بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فول 2. في هذا الدرس سوف نتعرف على موقع أكثر من رائع، سوف يغنيك عن مجموعة من البرامج عندما تريد مثلا تحويل صيغ متعددة لفيديوهاتك أو صورك أو مقاطعك الصوتية، ملفاتك إلى غير ذلك. فكلنا نعلم بوجود مثلا بعض البرامج التي تقوم بتحويل صيغ الفيديوهات إلى صيغ متعددة، هناك برامج ايضا تحول صيغة الصور، صيغ المقاطع، برامج اخرى الى غير ذلك. فهذا الموقع يجمع جميع هذه البرامج بطريقة يمكن لك يعني الاستغناء عليها جميعا والاعتماد على هذا الموقع عندما تريد يعني مباشرة تحويل صيغة فيديو او تحويل صيغة اي مقطع صوتي او صورة الى غير ذلك. فكل ما عليكم فعل احباب الله تسجيل الدخول الى الموقع عبر الرابط الذي سوف اضع لكم اسفل الفيديو على تسجيل الدخول الى الموقع. فكما سوف تشاهدون اذا كنت تريد يعني تحويل صيغة المقاطع الصوتية، هنا يعطيك جميع الصيغ يعني ايضا الفيديوهات، هناك مجموعة من الصيغ، الصور، الملفات. في حالة سوف اعطيكم نموذج فقط عن تحويل صيغة فيديو، نفس الشيء تقوم به يعني في تحويل صيغة المقاطع الصوتية والصور الملفات. سوف تضغط مثلا على اي شيء تريده، في حالة فيديو كونفيرتر على اساس تحويل صيغة الفيديو. بعد ذلك سوف تجد كما اشرت يعني الصيغ التي عبرها تستطيع تحويل يعني صيغة الفيديو اليها. فهناك يعني مجموعة من الصيغ كما سوف تشاهدون. سوف اختار مثلا يعني انني اريد يعني تحويل صيغة فيديو لدي يعني بMP4، هذا هو الفيديو احبابي في الله كما سوف تشاهدون صيغته MP4. سوف اقوم بتحويله الى صيغة اخرى، مثلا سوف اختار WMV، هنا مباشرة اضغط عليه مرة واحدة، تضغط على اي صيغة تريدها. ثم تستطيع كما اشرت يعني وضع رابط الفيديو سواء كان على اليوتيوب او على اي موقع اخر، تقوم بوضع رابطه هنا، رابط الفيديو، ثم تضغط. او تستطيع كما يعني عفوا يعني تستطيع ايضا يعني رفعه كما اشرت يعني قبل قليل من جهازك. سوف اختار هذا الفيديو الذي صيغته MP4 كما سوف تشاهدون. بعد ذلك يمكن لك ايضا تحويل يعني حجمه الى غير ذلك، وضع اي حجم تريد ان يظهر عليه هذا الفيديو الى غير ذلك، مجموعه من الاشياء. وتضغط على كونفيرتير فايل مباشره وتصبر لحين ما يتم تحويل صيغه هذا الفيديو. في حالتي انا شخصيا قمت باختيار صيغه WMV، لهذا نصبر بعض الثواني. بعد ان الانتهاء من تحويل صيغة الفيديو سوف يتم تحميله مباشرة على جهازك كما سوف تشاهدون احباب في الله، بدون ما تضغط على اي شيء. تصبر لحين ما يتم يعني اكتمال التحميل. سوف اسحبه الى سطح المكتب حتى نشاهد فعلا الاخذ صيغة اخرى عليين. كما سوف تشاهدون هذا هو الفيديو الاصلي الذي صيغته MP4 كما سوف تشاهدون، وهذا هو الفيديو الجديد الذي قمنا بتحويله الى صيغة WMV كما سوف تشاهدون بطريقة بسيطة. ايضا يعني في اي وقت تريد يعني تحويل اي صيغة اخرى لاي مثلا مقطع صوتي او صورة او يعني ملف او ما شابه ذلك، مجموعة من الاشياء الموجودة على الموقع، فتستطيع الضغط على اي قسم وتقوم بنفس العمل التي قمت بها على هذا الفيديو احبابي في الله. اتمنى الدرس يعني البسيط والمفيد جدا يعني قد يعني أراق لكم، طبعا يعني قد يغنيك عن مجموعة من البرامج إذا كنت قد استعملت على هذا الموقع في تحويل صيغ فيديوهاتك ومقاطعك الصوت وصورك إلى غير ذلك وملفاتك. في الأخير دائما لا تنسى زيارتنا على موقعنا www.5.com والانضمام إلى صفحتنا على فيسبوك facebook.com/1981. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.